الدائرة باتجاه علي جبر من جديد، أحمد توفيق يمشي واحدة واثنين الثالثة لمن تكون، يتابع عليها ومادي يأخذها علي سلامة ولكن في صافرة وخطأ، هناك صافرة لمن تكون مهدي ولكن تستخلص، تعود الكرة في منتصف الميدان، بدأت تحركات لبيراميدز ولكن ممتاز ممتاز الاستخلاص من علي ومادي. 2010 ذكريات كانت للتيحة كبيرة وكبيرة جدا أكيد، شارك فيها أسامة الحمادي محللنا اليوم وأيضا رياض جمعة في ملحمة 2000، يعني ناس تسمت في كرة القدم الأفريقية. هنا عن طريق عمر جابر تراوري، عبد الله السعيد لمن تكون أو تكون أقرب إلى أحمد توفيق، يستخلصها علي مادي ولكن تكون إلى من جديد، عبد الله السعيد يمشي بكرة حذاري 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 التسديدة ولكن ناجد راه تصطدم في مرولة الثانية، خلصها يا مهدي أو تجد علي، يمشي مادي يمشي عليه ويمر من الأول والثاني برا، يا علي عندك الطريق عندك المهارة عندك السرعة، يلعب الكرة باتجاه معاد، يا السلام على 19 تتورط ولا خلاص خشينا للقاء، عبد العزيز السواعي عمر الخوشة وحدة، الثانية ربيع يمشي الثالث عبد العزيز السواعي كرة طويلة، خلاص بيراميدز ما يخوفوش ما يخوفوناش يا علاوة، تعود الكرة مادي من جديد ولكن تعود إلى الجانبية، يمشي بكرة ربيع شادي، يمشي ربيع ضابط الإيقاع، يعود بيراميدز التدخل من يعود عبد العزيز السواعي بكل أناقة، عبد العزيز قلب الأسد يمشي بكرة علي مادي ولكن التدخل من دفاعات بيراميدز، كرة للكرة من جديد ضربة مرمى لمصلحة فريق الاتحاد، يمشي كرة طويلة ناجيدرا يلعب باتجاه علي مادي، علي مادي من جديد علي جبر يمشي بكم أمامنا الإعادة طارق طه مرة تعتقد إلى ضربة مرمى، أنتوي تمشي كرة باتجاه علي مادي، علي مادي الكرة في الجانبية لمصلحة فريق بيراميدز، اتيحة ربيع يلعب كرة باتجاه معاذ عيسى، معاذ من جديد، معاذ 19 يلعب كرة طويلة ولكن تطول على علي مادي لتكون صافرة وخطأ لمصلحة بيراميدز، وأعتقد أن هناك بطاقة صفراء لعلي مادي، بطاقة صفراء لعلي مادي جبر أو علي جبر، علي جبر من جديد تقطع الكرة تعود مرة ثانية باتجاه فريق الاتحاد، تطول على علي مادي لمن تكون، تكون من جديد علي جبر يقطع أحمد توفيق، أحمد توفيق المهدي، المهدي تستخلص الكرة تعود إلى علي مادي، يمشي علي، علي مادي من جديد، الانطلاقة من علي مادي ولكن تستخلص من علي جبر، علي جبر يعود علي مادي تعود في الميدان ياخذها عمر يوسف، عمر يوسف من جديد الى ربيع الشادي، ربيع الشادي لمن تكون، يمشي لعلي اسلامه يزيد في السرعه علي مادي، يزيد في السرعه مادي 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 مادي، جون جون جون، لا يعني مادي ضيع الكره بطريقه غريبه جانبيه امامنا ال 14، قدم مستوى الشوط اول ممتاز وممتاز جدا لدونجا، تلعب الكره من جديد علي مادي يبحث عن مرور، تستخلص الكره تعود المهدي المصري، مهدي مر كل اقتدار يا معاد بكل هدوء، يا السلام يعني وكان ليس امام رمضان صبحي، يعني لاعب الاهلي ربيع الشادي، التدخل من جديد ربيع يفقد التوازن ما يسيبش كورته بالساهل، ياخذها علي مادي، ربيع الشادي يضغط لمن تكون، يتدخل علي سامي، عمر يوسف يمشي بكره باتجاه معاذ عيسى، معاذ الى عمر، عمر من جديد باتجاه علي مادي، علي ياخذها مر عليه ولف عليه وراوغ، يمشي بكره عليه ولكن التدخل من جديد، مهدي الهوني ربيع يا السلام مر راوغ، يمشي ربيع الشادي بخارج القدم ولكن تعود الكره من جديد باتجاه صهيب بن سليمان، يفتح اللعب هناك ولكن تقطع ترتد وتعود من طارق طه، طارق طه يمشي بكرة، طارق طه عبد العزيز السواعي يسكر المساحة بشكل ممتاز، تعود الكرة من جديد لمصلحة عمر يوسف ممتاز، بسم الله ما شاء الله يلعب عمر، يمشي لعلي مادي، علي ال 14 يمشي بكرة ولكن تعود تقطع من دفاع باتجاه سند الكوري، سند الظهير الأيمن لفريق الاتحاد، يلعب كرة باتجاه علي مادي، مادي بالراس مرة ثانية دونغا، صهيب بن سليمان، صهيب الحي ومباشر ومتابعة أول بأول لفرقنا الليبية بأحدث التقنيات وبجودة نخبة من المحللين في ليبيا، ودائما حقيقة تسعى لإرضاء جمهورها الرياضي داخل وخارج ليبيا، سواء في نقل فريق بيراميدز أو عفوا في صفوف فريق الاتحاد، ويخرج علي مادي، يخرج علي ومادي اللاعب اللي يحمل الرقم 14 قدم